إعادة النظر بالسياسات التعليمية ودراسة الرسوم الجامعية والسنة التحضيرية للكليات الطبية أبرز بنود الدراسة التي أعدتها الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا، والتي أعلن عن تفاصيلها الأحد. يعني احنا هاي الدراسة بتشير لعلاقة قرارات المتعلقة بالعملية التعليمية، خصوصا التوجيه والدورة الواحدة واختيار التوجيه، وما يتعلق بقضية القبول الجامعي والسنة التحضير للكليات الطبية. نؤمن بأنه هذه القرارات جميع، سواء صعيد التعليم أو التعليم العالي، هي قرارات ناتجة عن إملاءات صندوق النقد والبنك الدولين اللي بيطالبوا الحكومة بترشيد النفقات على حساب العملية التعليمية للوصول إلى طلبة غير قادرين وغير متمكنين دراسيا، تدني مخرجات التعليم لضرب الأردن كوطن بشكل عام، وتحت مصطلح ترشيد النفقات. باعتقادي بأنه الدورة الواحدة أثبتت فشلها مع بداياتها، الفيدباك اللي عماله بيجينا من الطلاب ومن المعلمين سيء جدا، بدلل على انه هاي الدوره الواحده فاشله، وتم تجربتها سابقا واثبتت فشلها. ايضا الاختيار التوجيهي اللي لم تعد اختيار التوجيهي بكل ما تحمل الكلمه من معنى، ايضا المآخذ عليها كبيره جدا بقى مع بدايه تطبيقها. تحدثنا عن السنه التحضيريه للكليات الطبيه، وحكينا انه هاي السنه التحضيريه حتى الان التعليمات اللي وضعتها وزارة التعليم العالي والأسس اللي وضعتها الجامعات هي تتناقض تماما مع مصلحة الطالب ومصلحة العملية التعليمية، واصطدم الأساتذة والأكاديميين منذ اللحظة الأولى بحجم الإشكاليات والمعيقات اللي أمامه، واللي لن تؤدي إلا إلى تدني مخرجات التعليم، ستؤدي إلى الطالب الأقدر ماليا هو اللي يكمل الطب على حساب الطالب الأكفأ دراسيا، ستؤدي إلى غربلة للأكفاء للطلب الأكفاء لمصلحة الطلبة القادرين، بحكم أنه الطالب الدولي بيقدر يكمل جامعة، طالب الموازي بيتنافس لحاله. نائب رئيس اتحاد مجلس الطلبة في الجامعة الأردنية زيد الخطيب، الطالب بكلية الطب، أكد على أهمية إعادة النظر بالسنة التحضيرية. في الحقيقة السنة التحضيرية يعني بغض النظر عن موقفنا منها من البداية، ولكن الآن هي أمر واقع على طلاب الجامعة. الطلاب إلى الآن يعانون من عدم وضوح التعليمات، الطلاب اللي رسبوا في مادة أو مادتين يطالبون بإتاحة الفرصة لهم، وللأسف إلى الآن لم تتح الفرصة لهم أو لم يتم إخبارهم بطريقة تحويلهم أو تغيير تخصصهم. غير هيك الطلاب المكمل يعني اللي لسه بدهم يكملوا بالسنة التحضيرية إلى الآن لم تتضح آلية المنافسة فيما بينهم. هذا التخبط كله أو عدم وضوح التعليمات أدى أو ويؤدي إلى يعني حالة من الإرباك، حالة من الضغط النفسي على الطلاب وأهليهم، ويؤدي بالمحصلة إلى حالة غير ودية من التنافس بين هؤلاء الطلبة. نطالب بتوضيح هذه التعليمات لهم وبوضوح آلية التنافس بكل شفافية، وبإلغاء السنة التحضيرية في مستقبلا حتى تعود آلية قبول الطب وطب الأسنان تعتمد على معدل التوجيه ومعدلات القبول حسب آليات القبول الموحد والآليات المعتمدة في كل التخصصات. الاعتماد على برنامج وطني للنهوض بالوطني والمواطن هو المطلب الرئيسي لهذه الدراسة للخروج ببيئة تعليمية تؤسس قادة للمستقبل. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.